كيصيفطوا ليا شي تصاور لا حول ولا قوه الا بالله. كنقول لكم اخوتي راني كنتقطع، حشوم عليكم. داكشي كتصيفطوا لي داك التصاور وداك الفيديوهات راه كتجرحوني. لا ما قاديش ديروا الخير، ديروا غير بسكات. الله يجازيكم بخير. ما عمرني نفكر بانني غادي نتزوج ولا نشوف شي واحد اخر نهائيا من بعد المرحوم. عندي مسؤوليه ديال جوج دراري وما عنديش فين نخدم، ما عندي فين نردم. اختكم مريضه عندها عمليه وما قداش، راه ما عندي لا فين نجلس لا فين نجلس. السلام عليكم الخوت، معكم اختكم يامنة، امرأة أرملة، عندي جوج وليدات. عندي الوليد عنده 7 سنين وعندي البنت عندها 19 عام. خوتي راه ما اش نقول لكم، حياتي مكرفصة بزاف. كنتمنى من الله اخوتي تعاونوني تعاونوني، تعاونوا اختكم. راه ما عندي لا فين نجلس لا فين نجلس. أربع سنين دابا باش مات. لا موت الله، ما تموت الله أخوتي. عندي مسؤولية ديال جوج دراري وما عنديش فين نخدم، ما عندي فين نردم. أختكم مريضة عندها عملية وما قداش، مابقاش قادرة نخدم من غير الله. دابا كنطلب منكم اخوتي غير تعاونوني، تشوفوا غير من حالتي. المحسنين اخويا محسنين، شنقول لك اخويا، انا راه ما لقيت حتى ما نوكل ولادي. مشيت بعت البوطه، بعت البوطه باش كنوكل ولادي. الحمد لله 4 سنين اخويا دابا باش توفى وانا كنعاني. حتى جات واحد السيده قالت لي شوفي على الله ديري شي فيديو على الله، ربما كاينين الناس، كاينين ولاد الناس، كاينين بنات الناس، كاينين باقي الناس قلبهم الرحمه. لا خويا كنسكن في واحد البيت عطيني لي شي ناس ما فيه لا ظلمه، عايشين فيه. ما شنقول لك اخويا، راني كنعس ما كنعس حيت ما فيه لا باب لا والو. الله غالب اخويا، شنو غندير؟ ما عندي ما ندير، ما لقيت جهد اخوتي. راه ما كرهتش اخوتي نجي لهاد ندير فيديو وندير هاد الحاله، لكن راه توصلت ليا العظم. كل واحد اخويا كيجبد راسو. انا الوالدين توفاو ليا، ولكن العائله كل واحد اخويا كيجبد راسو، كل واحد اخويا كيقول راسي يا راسي والو. حتى واحد اخويا ما عقل عليا، كل واحد كيفكر غير في راسو، حتى واحد ما عقل عليا. الحمد لله كاينين ولاد الناس وكاينين بنات الناس، اللهم لك الحمد. انا دابا كنطلب غير خوتي يعاونوني يشوفوا من حالتي. اللي ما تقش بيا يجي يشوف بعينيه. مكرفصين اخويا مكرفصين. شتا اخويا كنجمع راسي لواحد القنيت هو اللي ما كيسيلش فيه الماء، كنجمع وليداتي وكنتكمش. ما عندي ما ندير، الغرب الله. ما عمرني نويت انني غنوصل لهاد الحاله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. انا كنقول الحمد لله، كنت عايشه بخير ومرتاحه واكله شاربه الحمد لله، وراضيه بلي قسم الله. حتى دابا راضيه بلي قسم الله. لا ما عمرني كنت مخصوصه من شي حاجه ملي كان المرحوم الله يرحمه، لا انا لا وليداتي. بزاف اخويا، ما عمرها يوقع ليا هاد الحاله كون كان باقي حي، حيت كان رجل طيب الله يرحمه ويسع عليه في هاد النهار، يرحم الجميع. برجل اخر
أخلاقه طيبة، كله طيب الحمد لله، ربي عطاه وربي بغاه. كي وصيني على وليداته، ما لقيت الرحمة خويا حتى بشي حد. درت فيديو قبل هذا، درت فيديو خويا كاين اللي كيدخل عندي كل واحد وشنو كيدير، كل واحد ما كيرحمونيش، كيصيفطوا ليا شي تصاور لا حول ولا قوة إلا بالله. كنقول لكم أخوتي راني ممكن تقطع، حشوم عليكم بحال إنسان ما صايمش. كيصيفطوا داك الشي ماسخ، كيخسروا معايا الهضرة. كاينين ولاد الناس وكاينين ما نكذبوش، الله كاينين ولاد الناس واخا غير بكلمة زوينة. هضري معانا ابل فيديو، هضري معانا ابل فيديو ونصيفطو لك الفلوس، صيفطي لي تصوير تكون نعطيك الفلوس، نجي لعندك ونعطيك الفلوس. انا كون بغيت اخويا الفلوس بداك الطريقة كاع ما ندير فيديوهات. لا ما عمرني غنفكر، ما عمرني نفكر بانني غادي نتزوج ولا نشوف شي واحد اخر نهائيا من بعد المرحوم. اللي بغى يعاوني غيعاوني لله في سبيل الله وجهدك اليتامى. كنقول دوك الناس اللي كيصيفطوا لي داك الفيديوهات وداك التصاور، الله يهديكم اخوتي، الله يهديكم. لما قاديش ديروا الخير، ديروا غير بسكات، الله يجازيكم بخير. راه ملي كديروا داك الشيء كتصيفطوا لي داك التصاور وداك الفيديوهات راه كتجرحوني. هضري معانا ابل فيديو، هضري معانا ابل فيديو ونصيفطوا لك الفلوس، صيفطي لي تصوير تكون نعطيك الفلوس، نجي لعندك ونعطيك الفلوس. انا كون بغيت اخويا الفلوس بداك الطريقه كاع ما ندير فيديوهات. كنطلب من خوتي المحسنين الله يخرج عليكم هاد الشهر رمضان المبارك على خير وبخير، عاونوا اختكم، شوفوا من حالتها، شوفوا من حالتي، شوفوا من حالت هاد الوليدات، الله يجازيكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.